أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرحيم.